الديربيات مؤخرا يعني هذه واحد تقريبا 10 سنوات قصات الفرجه انه المباريات كينتهوا اما بتعادل ولا هذا. مؤخرا عرفنا فوز ديال فريق الوداد اصابه لواحده، نتمنى على انه يعني حتى الظروف اللي كيجيو فيها يعني الديربيات كانت كتجي مغايره، اما فريق الرجاء تيكون منتعش بالنتائج او فريق الوداد، وهذه هي الحياه ديال الكره. هاد المره يعني فريق الوداد كنظن انه المرتبه اللي كيحتلها النتائج اللي محققها، فريق الرجاء يعني نقدر نقول لك على انه مؤخرا حتى هو انتعش بانتصار ديالو في كاس افريقيا، رغم على انه قال كثير على المباراه لانه ما كانتش مباراه، ولكن انا بالنسبه لي كنظن انه ولا المدرب غادي يعرف النتيجه اكثر من يعني من الفرجه. كتبقى مباراه اللي الحكم عليها مسبقا عمر ما كيكون، لانه يقدر يكون فريق الوداد ضعيف ولا فريق الرجاء ضعيف، ولكن من خلال 90 دقيقة كتبان أشياء اللي هي ما كتكونش في الحسبان. المنتصر الكبير في هاد الديربي ماشي الرجاء ولا الوداد، وهو يعني كرة القدم المغربية عامة، خصوصا هاد المشاكل اللي حنا كنعيشوها الآن على الصعيد الكاف وعلى هاد المشاكل ديال المنتخب الوطني، هذه كلها أشياء يمكن هاد الديربي يبين يعني كيف كنقولوا الوجه الحقيقي ديال الكرة المغربية. الديربي اللي كنقولوا الديربي المغربي اللي كيكون بين فريق الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي عنده طقوس خاصة وعنده عوامل خاصة. الفريق اللي كيكون مستعد والفريق اللي كيكون مركز هو اللي يقدر يفوز 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 بالمقابلة. حنا عشنا ديربيات اللي شفت انا شي لعابه كيكونوا في مقابلات اخرين مزيانين، ولكن في الديربي كيأثر عليهم العامل النفسي مع الجمهور مع هادي. وكنتمنى من الديربي باش حنا كنتسناو بان غيكون الجمهور غيكون لا الوداد ولا الرجاء غيكون جمهور في مستوى، كنتمنى باللعابه هما يقدموا واحد طابع كروي مغربي، حتى هذه المقابله غادي يشاهدوها تقريبا العالم العربي كله او العالم كله. في سنين تقريبا الى نجينا تقريبا خمس سنين وحنا كنشاركوا في الديربي تقريبا تكون شاركت في واحد 8 ديال لي ديربي. بطبيعه الحال فهي كتختلف على لي ديربي ديال دابا، لان حنا كنا كنعيشوا الديربي من الصغر، يعني المينيم كادي جونيور عاد كنوصلوا للكبار، دائما كيبقى داك يعني كيكون واحد كتحس به شنو هو يعني معنى ديال الديربي. الان الامور اختلفت بطبيعه الحال، الكل كيبغي يلعب الديربي لان كنشوفوا الان يعني الملعب مملوء عن اخره، اللي تيفو يعني العالم كله ولا كيشاهد الديربي. لهذا ف اي واحد يعني كيبغي اي لاعب كيتمنى يلعبوا الان في هذه اللحظه هذه، لان الظروف ماشي بحال المباراه ديال لالي الان ديال الروتور. الوداد كتصدر الترتيب، الرجاء تقريبا اللي فقدت الامل بالفوز بالبطوله، وكنظن بان الشغل ديالها هي الشامبيونز ليغ، لكن رغم ذلك الديربي كيبقى ديربي، لان كيف الكل تيقول بان الرجاء ما كيهمش المباراه ديال الديربي اكثر من كتهم الشامبيونز ليغ، لكن هذا غلط، لان الديربي اي فريق كيبغي ينتصر فيه. بالنسبه للديربي ديال هذا الموسم يعني تيكون ما تنقولوش بان الديربي كاع جميع الديربيات عندهم طقوس خاصه، يعني ما تتحكمش فيهم لا الترتيب لا من ناحيه الجاهزيه، يعني تيبقى الديربي عنده طقوس خاصه. فيعني يعني كما تنشوفوا يعني الفرقه اللي مستعده مزيان واللي داخله في الماتش واللي غتكون يعني تتكون تنقولوا مكونسونطريه مزيان راه انها تفوز بلقاء الديربي. فيعني اي لاعب تيتمنى انه يلعب الديربي، تيكون جمهور غفير، ترسم واحد لوحات جميله. فنتمنوا من الله ان حتى الماتش هو يكون على قد المسؤوليه ديال
الكره المغربيه وقد المسؤوليه ديال الجمهور اللي تيجي. الديربي ديما كتكون عنده واحد النكهه اللي هي نكهه خاصه وما كيهمش فيها الترتيب ديال الفريقين، فكثر ما كتهم السمعه ديال كل فريق. وكيف قلت لك هذه السنه في مباراه العوده فالوداد هما الاولين والرجاء محتلين، كاين واحد فرق كبير ديال النقاط، وكيف كنقولوا هذه فرصه لفريق الرجاء باش يتصالح مع الجمهور ديالو، وفرصه للوداد باش يحاول يعزز الفريق النقاط. كنتمنى مع الله سبحانه وتعالى يدوز في احسن الظروف، والجمهور ياخذوا بواحد الاحتفاليه، لانه من احسن الدربيات في العالم، وخص الجمهور يكون على قد الاخلاق وعلى قد التفوات اللي كيهزهم قبل المقابله، باش من بعد المقابله هي خص تدوز واحد الاحتفاليه كيف ما كانت النتيجه ديال المباراه. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم، ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Quand le gars arrive à l'aéroport, l'avion sort du hangar. En fait non, c'était pas un avion, c'était un hélico. Mais t'as trois mecs qui arrivent en courant et qui tirent dans sa direction. Non, quatre mecs, ils étaient quatre. Du coup, le gars se cache derrière une grande citerne. Et alors que l'hélico se met en position de décollage, notre gars, il tire sur la citerne. Et là, boum, tout explose. Ensuite, il court vers l'hélico et il saute pour s'accrocher. Oui, parce que l'hélico, en fait, il n'avait pas explosé. Et tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu m'accompagnes la prochaine fois. Tu es client Méditel? Pour partager ta passion du cinéma, c'est simple. Obtiens gratuitement ton code sur cinéd.meditel.ma et profite tous les mardis d'une place de cinéma offerte pour une place achetée au Megarama Casablanca, Fès et Marrakech. Le cinéma à deux, c'est mieux.